النوت تاون خروج الله سامي الكسار تغيير حكم القائد محمد شوية سامي الكسار رعت كرضية ملعب من نزول إبراهيم الحربي واحد يهاجم وواحد يقفل إبراهيم الأحمري راح ينزل وسامي الكسار الله كسار إنه خلص يسجل مع اللاعب سعد السباعي يعطيك العافية سامي الكسار الأسمراني اللي يقول أوكيه من توكيه والتعاون وعناصر التعاون أوكيه هل يأتي الهدف هل يأتي الحل للصعب يا ابناء التعاون اللي ممكن يعودون ويعودون من وين من الخلف هل يأتي سنة مبروك ويعودوا كلهم يا الله التعاون ومتأكل لما التانجو وهذه مرتبة لكن برافو عليك أسامة لما أسامة الدوسري والموال في هاني أبناء التعاون يهدون بكل قوتهم ودهم يعودون هل يعودون ويسجلها بالتعاون لما التعاون يحافظ وينهي الكرة تسند السباقي أحمد لكن على الكردي نغرى الأمام من تلك التسديدة يلعب كرة من جديد سالح مبروك يلا سامح يلا سماح يلعب نواف يلا سباقي ومكنا بالسبقة ومكنا ترى الفريق محمد غنان بالسبقة لكن كرة طالت وطالت الكرة توصل لمساعد الحرس المرمى الكرة ترجع قريب من واحد كمان واحد لابناء التعاون واحد يسكر القسيم التانجو اللي ياتي بالتاجر ولا كنت نمول ينديكم ولا ينديكم كارلس روبرت نادع ما شرحينا يلعب لسان على بيت الناس تشاكيره يلا اسراج يلا قاله لكن ما شكلها تكفلت ترجع مبارك ليامي ضاغطين ودهم يعطون ضاغطين ودهم يوزون الشباك لكن شايفين انه ما تخلصت ندوس الكره ضربه مرمى اللي نفعت فريق التعاون 1-0 في اليوم في ليله واجمل الليالي في دار تسير في دار تنجيب المجهول احمد الغامدي اللي يعطي العافيه لما تحرمنا من هذه البطوله الجميله وان شاء الله راح تستمر معكم هذه البطوله حتى ان شاء الله بظل دار تسير اللي شايفين جمهور السير اللي يعطي العافيه جمهور السير اللي واقف ولا جالس كمل يا احمد ولا كمل يا عبد الرحمن عبد الرحمن الدوسري لكن كمل وخلاص على المباراه يعطيك العافيه يا ماجد والتعاون لا زال في التوب ولا زال بالبطوله الخامسه يترقب البطوله السادسه بين كف ايديه اللي يعني اكيد هو يتمنى بان الامور تستمر لكن شو اللي يخلي المباراه حلوه بان نتيجه 1-0 لا تاكل طبعا سلامات سلامات اللاعب فيصل من رشيد فيصل محمد طبعا اللي انصف الشوط الاول ونبارك بصراحه شباب العاجل في هذه اليوم الحمد لله على سلامتك لكن التعاون يقولون لا جديد بل نحن الجديد ونحن القادرون على فعل كل جديد في كل المباريات النهائيه ما شاء الله يا جماعه اذكركم بان التعاون لو حصل اليوم على اللقب سيكون اللقب السادس كلها على هذا الملعب وكلها بنفس الدوله وهذا يدل بان شفره التعاون ليست سهله وشفرتها سهله الله يسجله في لعبة خلفية لكنها طالت والله نهائي النهائي برشلونة واحنا Yeah.
الأرجنتين يحاولون أن يكتبون قصة الدهر، قصة العودة، يدركون بأن هدف يعني أقرب من أن يكون هدفين، لأن نحن على بابين، إما أن يسجل التعاون الثاني وينهي الأمور، أم التعب الأرجنتيني يعود للتعادل وتستمر الأمور إلى ركلات الترجيح، لكن الأمور هي صعبة والأمور هي متعلقة بالفريقين. نهائي ولا أروع أحسن بالمدرجات جمهور الفريقين دعوات مباراة تخوف، مع أن نهائي ممتع، مع أن نهائي جميل، لكنه البطل الجديد التاج يريد أن يكسر الشفرة، والتعاون يريد أن يؤكد للجميع التعاون هو التعاون. في حالي ترقب منكم مشاهدة هذه الكرة قد تكون خطيرة في حالي، وأيضا المدافع الظهير والباك الأيسر كرة بالعودة، ولكن يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الخلاصة على طول المدافع مدافع التعاون، الكرة تصل إلى الأمام، يحاولون بهذه الدقائق المثيرة بهذه الدقائق الصعبة بهذه الدقائق المثيرة، وهنا خطأ لمصلحة التعاون، خطأ لمصلحة التعاون، وتضيع الاهتمام ويبحث المباراة بأن نتيجة 1-0 ليس كنتيجة 2-4، لأن 1-0 ممكن يأتي الهدف بأي وقت من الأوقات في أثناء المباراة، لذلك نتوقف والكل يشاهد والكل ينتظر مع القادمة مع هذا الكرنفال مع هذه البطولة الجميلة. طبعا أتمنى من حكم اللقاء الأستاذ حسن شوي أن يعطينا الوقت بدل الضايع في حال انتهاء الوقت الأصلي من هذا اللقاء. الكرة تصل الآن إلى الأمام الآن أو محمد شوي، الكرة تصل رجع للخلف، آخر دقيقتين الحكم محمد الشيوعي يعلن آخر دقيقتين، وهنا السماعي سيطر عليها حول بها ولكن الكرة طالة. آخر دقيقتين آخر دقيقتين هيا يعلن التعاون بطلا للمرة السادسة، ويقول للكل لا فريق إلا التعاون. كرة ملعوبة خطيرة حتى بالدقائق الأخيرة، أحسن طموحات ترقب اندفاع، كل يريد كل يريد أن يأتي بما هو يشتهي بهذا اللقاء، ننتظر والكل ينتظر حظية طويلة حتى بالراس تكون كرة تعاون، ولكن يا سلام كل التعاون متراجعين، كل التعاون في الخلف في دقيقتين صعبة كم صعبة طويلة تتخلص. الله يا سحر، الله يا أسطورة، الله يا نجم، خلصها، المباراة تستمر والمباراة مستمرة، ودقائق أخيرة ننتظر من سيكون البطل، من سيكون هو الدرب، من يكون بطل الشامبيون. أمس نشا هدف القاتل أن يأتي بإنقاذه بهذه الدقائق، ننتظر فرحاني لعب الدولة. يا سلام، الله لمسة للأمام بالرأس، يا سلام حالتي تسديدة
السلمي ان شاء الله اهداف جديد. Okay, now.